السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يا رب تكونوا بخير وسعادة دايما، كل عام وانتم بخير. ردا على تعليق وصلني في القناة، عندي قناة قرآن كريم استوفت الشروط ولم تقبل للربح، فماذا أفعل؟ يريد تساعدني. ده تعليق وصلني في القناة، فخليني أدخل كده على القناة ونشوف ليه تم رفض هذه القناة. طيب، قناة مختصة بالقرآن الكريم والأدعية، الفيديوهات اللي موجودة هنا يقول لك سورة الأحزاب للشيخ المنشاوي، قرآن كريم للشيخ أحمد خضر. يعني هل أنت سيادتك الشيخ أحمد خضر أو هل أنت سيادتك الشيخ المنشاوي؟ محتوى منقول صح، محتوى معاد استخدامه. ما هي القيمة اللي أنت ضفتها على قناتك أخي الكريم؟ ما هي القيمة أو الإضافات اللي أنت ضفتها على قناتك؟ قناة منقول من أماكن أخرى، فاليوتيوب بيبقى شايف ان انت لم تضيف قيمة جديدة على هذا المحتوى. ما هي التأثيرات اللي انت ضفتها على قناتك؟ يعني كيف ان انا افرق ما بين قناتك، ما بين المحتوى اللي انت رفعه على قناتك، وما بين المحتوى الاصلي نفسه اللي هو الشيخ المنشاوي او الشيخ احمد خضر او المشايخ اللي هو احنا كلنا بنسمعهم وبنشاهدهم. فانت لم تضيف قيمة زيادة، تفهمني ازاي؟ انا بدور عندك عشان اشوف محتوى حصري، مش لاقي. انا كانسان عادي، مش كخوارزميات كمان، تمام، مش كخوارزميات اليوتيوب ولا شيء. فبالتالي اخي الكريم لازم ان انت تضيف قيمة حصرية، محتوى حصري، يعني محتوى ليس منقول من اماكن اخرى، حتى لو كان مسموح بنشره على اي منصة. على اليوتيوب مثلا يقول لك محتوى يعني مسموح بان انت تأخذه وتنشره على قناتك، ما تعملش الكلام ده. لازم ان انت تضيف قيمة. عندك حاجتين مهمين جدا واحنا اتكلمنا عنهم كتير قبل كده، وهو ان انت يكون محتواك حصري ليس منقول، وكمان يكون مناسب لسياسة وقوانين الربح من اليوتيوب. قناتك هتتقبل عادي جدا، سيادتك حققت الشروط وتعبت نفسك. لو انت عامل القناة لوجه الله بقى كنشر محتوى ديني، اوكي خلاص سيبها على كده، تمام زي الفل. ولكن لو انت عايز تربح من هذا المحتوى، لازم ان انت تقدم محتوى حصري. لو انت صوتك كويس اطلع واقرأ، مفيش اي مشكلة، كلام ربنا سبحانه وتعالى كقرآن كريم ليس عليه حقوق طبع ونشر. اي حد يقدر ان هو يعمل محتوى قرآن كريم، اي حد يعمل ايه محتوى قرآن كريم. انا لو صوتي كويس وبقرأ تجويد كويس اطلع واعمل محتوى قرآن كريم، تمام، نفس كلام ربنا سبحانه وتعالى اللي الناس التانية بتعمله، كلام ربنا مفيش مشكلة ان انا اعمله. ولكن مين اللي هيقرأه؟ واخد بالك معايا؟ مين اللي هيقرأه؟ هل الشيخ فلان؟ هل الشيخ ده رفع المحتوى ده قبل كده؟ ولا محتوى حصري لم يتم رفعه من قبل؟ خلاص اوكي؟ فسيادتك تقريبا لم تشاهد فيديو تعليمي واحد على منصة اليوتيوب كيفية الربح من اليوتيوب. في قوانين اخي الفاضل لازم ان انت تتبعها، لازم ان انا اقدم لك محتوى حصري زي ما انت شايفني طالع كده وبتكلم. فابدأ ان انت افهم يعني ايه الربح من اليوتيوب، ارجوك يعني ابدأ ان انت ابحث كده في قناتنا او في اي قناة اخرى بتاعت شروحات، وابدأ ان انت افهم يعني ما هو الربح من اليوتيوب. ليس الربح من اليوتيوب اخي الفاضل هو ان انا يعني احقق الشروط فقط اللي هو 1000 مشترك و 4000 ساعة وقت مشاهدة. ما انا ممكن احققهم بان انا ارفع مقطع يكون ترند، مقطع يكون الناس بتبحث عنه، اخد مقطع. معلش انا لو رفعت حاليا صورة مثلا البقرة للشيخ عبد الباسط او لاحد المشايخ مثلا اللي الناس بتحبهم وبتسمعهم، ما انا الفيديو هيجيب لي مليون مشاهدة، مليون 2 مليون مشاهدة. واجي بعد كده اقول ايه؟ ادخل لقناة شروحات واقول لها انا ليه اليوتيوب رفض قناتي؟ يا حبيبي انت محتواك منقول ليس حصري. اطلع بنفسك كده زي ما انت شايفني كده، شايف الخلقة دي قدامك كده، اطلع واتكلم، تمام؟ لان الموضوع لو كان سهل كده الناس بقى كانت تروح تعمل افلام ومسلسلات وحاجات بتجيب مشاهدات والناس بتبحث عنها، او قرآن كريم او اغاني، صح ولا ايه؟ لا، علشان تربح لازم ان انت تقدم قيمة حصرية، تمام، ليست منقولة من اماكن اخرى. فيديوهات حصرية تصورها بنفسك، واحد شيخ في مسجد يكون صوته حلو وخليه يقرأ لك وخليه يشترك معك في القناة ويعمل لك قرآن وترفعه على قناتك، اوكي تمام زي الفل. انت بنفسك ممكن تتكلموا ايه، تبدأ ان انت تقرأ قرآن وتشرح تجويد، حاجة كويسة جدا، محتوى قيم جدا، وربنا كمان يكتبه في ميزان حسناتك ان انت بتعلم الناس القرآن الكريم. يعني لما تظهر فيديوهاتك والناس تسمعها، لو صوتك حلو او الشيخ اللي بيقرأ صوته حلو، حاجة جميلة جدا، احسن ما يقلبوا لقوا حاجات تافهة ولقوا يعني موسيقى واغاني وحاجات وافلام وحاجات ليس لها قيمة. فدي حاجة تحسب ليك لو كان محتوى حصري. فارجوك
ارفع محتوى حصري على قناتك عشان تبدا ان انت تربح من اليوتيوب. لان انا شفت تعليقك اكثر من مره ومش عارف ارد عليك اقول لك ايه، لانك اتكلمت في الموضوع ده كتير جدا قبل كده، وانت برضو مصمم تكتب لي نفس التعليق. انا قناتي قدمتها للمراجعه واترفضت. يا عم ارفع محتوى حصري، وكمان مش محتوى حصري وبس، محتوى حصري ولا يتناقض او لا يتعارض مع سياسه اليوتيوب وقوانين اليوتيوب. ما يبقاش في عنف، ما يبقاش في حاجات مشاهد فيها عنف وارهاب واشياء زي كده. فلازم ان انت تلتزم بالكلام ده، وان شاء الله تربح وربنا يرزقك ان انت تربح من اليوتيوب. ممكن تعمل القناه مع حد، شوف اي حد صوته كويس وتشترك معاه في هذا الامر. مش شرط ان انت تعملها انت بنفسك، بس المحتوى اللي ترفعه تكون انت اول واحد رفعته على اليوتيوب، ما يكونش مرفوع من على مكان اخر او على قناه اخرى وتبدا ان انت ترفعه بعدها، علشان تعبك مش يروح على الفاضي. خلاص اوكي. فده مهم جدا جدا، حبيت ارد على الكلام ده. يا جماعه الربح من اليوتيوب هو تحقيق شروط الربح من اليوتيوب اللي هي 1000 مشترك و4000 ساعه وقت مشاهده كتفعيل ربح كلي، ان انت تربح من كل حاجه على اليوتيوب، تربح من الاعلانات وتربح من السوبر شات والتشكرات، يعني كل ما زي الربح على اليوتيوب، واهمها طبعا هو ظهور الاعلانات على قناتك بعد تفعيل قناتك. حلو كده. وتبدا ان انت تربح في اكتر من اوبشن للربح، ولكن طبعا احنا اهمها بالنسبه لي كل القنوات تقريبا، وهو موضوع ان انت تربح من الاعلانات التي ستظهر بعد تفعيل قناتك. لو عندك اعلانات ظهرت على قناتك قبل التفعيل، فديت انت ما بتاخدش عليها شيء، بتاخذ على الاعلانات بعد تفعيل القناه، بعد تحقيق الشروط اللي هو 1000 مشترك و4000 ساعه وقت مشاهده. وفي حاجه اسمها تفعيل جزئي، ولكن احنا بنتكلم عن التفعيل الكلي على قناه اليوتيوب. وبتبدا ان انت ترفع فيديوهات، تعمل بث مباشر، ترفع فيديوهات قصيره، حاجه راجعه عليك انت. انت هترفع انه محتوى، اختيار المحتوى، انت بتحب ايه، مبدع في ايه، تمام، اختيار المحتوى، وكمان ترفع فيديوهات طويله او قصيره، حاجه راجعه عليك انت، تمام. ممكن تنوع، ترفع فيديوهات طويله كل مثلا يومين، ترفع فيديو طويل وبعد كده فيديو قصير واحد، يعني ايه، خليك اللي هو وسطي كده، ما يبقاش ان انت اوفر في اي شيء بتعمله، تمام. وطبعا ال 4000 ساعه وقت مشاهده دمت لازم يجوا على الفيديوهات الطويله وليست القصيره، ليست الفيديوهات الشورتس. الساعات التي تاتي من الفيديوهات القصيره لا تحسب ضمن ال 4000 ساعه وقت مشاهده المطلوبه لتحقيق الربح للانضمام لبرنامج شركاء يوتيوب. وربنا يكرمكم جميعا. وحبيت ان انا اسجل لكم الفيديو ده كده بشكل سريع، لان والله الواحد مشغول الصراحه ومش قادر ان انا اقعد واسجل فيديو. فيعني رديت على التعليق ده، وده ينطبق على اي محتوى بتعمله، اي محتوى يكون حصري ليس منقول، تمام. ولو انت هتستخدم حاجات صغيره جدا وتضيف عليها مؤثرات، لازم تضيف اشياء كتيره عليها وكون اجزاء صغيره جدا وكمان مش مضمونه. المضمون هو ان انت تطلع كده زي ما انا طالع وتتكلم في محتوى حصري ليس منقول. خلاص اوكي. ويقلب في قناتنا هتلاقي بقى كيفيه تفعيل القناه، وكيفيه انشاء حساب جوجل ادسنس، وكيفيه رفع الفيديو بطريقه صحيحه، وتطبيق سيول يوتيوب، وكل حاجة احنا شرحينها على قناتنا. ابحث في القناة ستجد كل الأشياء اللي تفيدك للربح من اليوتيوب. تحياتي لكم، مع السلامة.